حلو قوي، انا هضيع وقتي. طب انا عايزه اضيع كلمه اضيع وقتي، يبقى انا بدي لابني، خلي بال في نقطه برضو احنا مش واخدين بالنا منها، الكلمات اللي احنا بنقولها لاولادنا ضياع الوقت، يبقى معنى كده ان الوقت ملوش قيمه. لا تعالى هقول لك حبيبي نستفيد من الوقت، هنطلع بيها بفايده ازاي. يعني انت قعدتك دي، ها يعني مثلا بلاي ستيشن، ولادي مش بعيد بلاي ستيشن. طب يا حبايبي خير، بعد ما لعبنا بلاي ستيشن طلعنا بايه ابن ده؟ طلعنا ان عندنا صداع، طلعنا ان احنا عينينا وجعانا، طلعنا اخدنا سكيلز ومهارات من اللعيبه اللي بتلعب مش عارفه ايه، اوكي. بس انت اوريدي بتلعب في النادي او بتلعب السبور الرياضه المعينه، بتاخد منها تاكس، هل المهارات انت هتطلع منها من اللعبه دي قد ايه هتفيدك في الواقع؟ فكان كانت النتيجه الشعور إيه؟ بالاكتفاء والشعور بالفرحه، أيوة. والشعور بتحقيق الذات بيجي اسرع بكتير من خلال الشاشه، اسرع بكتير من الوقت، عشان انا عودته على ده. تاني انا اللي عودت، انا اللي زرعت يا جماعه، هو ما هو الا سفنجه بيمتص الكلام اللي انا بديهوله، بيستمتع ان هو بيحقق ذاته. طب هو ده تحقيق ذات فعلا؟ حلو، انا جبت سكور مش عارفه ايه كذا كذا كذا، برافو حبيبي، اول كلمه برافو يا حبيبي. طب وبعدين؟ طب احنا ايه بقى؟ طب عملت ايه في التمرين بتاع النهارده؟ عملت ايه سكيلز؟ فيبتدي انا اي شيفت تفكيره ان ده الواقع اللي انت بتلمسه، مش انت بتشوفه بعينيك بس، واقع بتعيشه مش بتتفرج عليه من ورا شاشه. طب لما ابتديت اعمل كده انا حطيت جون جامد جدا، حتى الكابتن قال لي عليه برو، لان انا ابتديت اقول له ايه، طب وانت حسيت بايه بقى لما انت عملت كده؟ هنا ربطت الواقع او الممارسه بالشعور، فحس ان هو بيحقق حاجه فعلا على ارض الواقع، مش ان انا بلعب. طب وبعدين ما خلصت قفلت التلفزيون، ها جبت سكور كام كذا، طب وبعدين؟ هي تالنت واحده بتستفيد بس، فهو يبص لك كده اللي هو ايه حضرتك بتقولي ايه؟ قلت له طيب احنا خدنا سكور، طلعت انت اول واحد، برافو حبيبي، طب وبعدين؟ فكلمه طب وبعدين كده انا بهدله التابو بتاعه بالظبط، وضو انا السبب في ده، يعني انا اللي خليته يدايركت ان هو يقعد يلعب وهاف فن وانجوي يور تايم والكلام اللطيف اللي احنا بنعمله ده. فانا زي ما بزرع زي ما بحصد.